يوم الأحد الصبح شعلنا النار، طبخنا رز للولاد وعملنا لهم خبز على الصاج. شايف أبي كمان أولاد صغيرة، إني شفت لابس ترنش كوت لونه تقريبا رصاصي. نقعد جنب السنسال تبعت الحجار، نقعد بالشمس، وكان ورانا مزروع حمص أخضر. ونشوف الشجر، كان في شجر الزيتون، شجرنا كله لونه أخضر، وكان في شجر السرو، الشجر كمان كان كله عالي طويل، نحاول إنه نطلع على الشجر. تذكرت تلك الأيام الطيبة وكيف كانوا يأتوا إلي أصدقائي ونذهب جميعا. بعد كثير عن بيتنا، بس كان إلي كثير صاحبات هناك كنت أحبهم. لما أفوت على المدرسة أحس بإشي كثير حلو، هيك لون المدرسة، لون الباب اللي بحياتي كلها ما راح أنساه. تقريباً كل الأيام عشناها هيك حتى إجينا لهون.